السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال البهله الغريبه ديال البهله. هنا وصفه ديجا حضرناها، يعني ديجا حضرت هذه الوصفه بالبهله بالزنجلان واللوز، وهنا غادي نحضرها غير باللوز بوحدو واللوز اللي غادي يكون مقلي. اذا في المقادير غادي نحتاجو ربع ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، وربع ديال السكر كلاصي كما كتشوفوا هنا راني مخلطاهم. دونك ربع ديال الزبده بحراره المطبخ وربع ديال السكر كلاصي. غادي نحتاجوا زلافه متوسطه ديال اللوز اللي كنسلقوه كنقشروه وكنقليوه ثم كنطحنوه. غادي نحتاجوا ايضا كاس صغير او لانس كاس ديال العنبه ديال الزيت، الزيت اللي قلينا فيها اللوز. غادي نحتاجوا خماره ونص ديال الحلوى، هنا الخماره ونص غادي نستعملوا اللي فيها 7 غرام. غادي نحتاجو ايضا القرفه، يعني راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه ديال حبه حلاوه والنفع مطحونين اولا 4 معالق. غادي نحتاجو راس معلقه ديال السمن، وغادي نحتاجو واحد الحكه ديال الكوزه، وغادي نحتاجو الدقيق اللي غادي نجمعو به الخليط ديالنا. وندوزو نشوفو طريقه التحضير. لان اول شيء كناخدو الزبده والسكر، كما قلت فالزبده ضروري انها تكون بحراره المطبخ، وهنا من الافضل اننا نستعملو الزبده اللي من اصل حيواني فكتجي احسن وكتجي ألذ. اذا ثم كنخلطوهم مزيان، يعني كنخلطوا الزبده مع السكر كلاصي مزيان. بعد ما كنخلطوهم فكنضيفو الكاس ديال الزيت، ما قلت الكاس كاس صغير او لا نص كاس ديال العنبه والزيت. هذه الزيت اللي كنقليو فيها اللوز هي اللي كنستعملو في الوصفه. ثم كنضيفو اللوز، اللوز اللي مقلي ومطحون. كنضيفو المنكهات اللي هي النفع وحبة الحلاوة، القرفة والسمن والكوزة اللي حكينا. فهاد الإضافات اللي كنضيفوهم هما اللي كيعطيو البهلة ديالنا واحد الرائع، يعني في المذاق ديالها. وكنخلطو مزيان. ثم كنبداو نضيفو في الدقيق تدريجيا وحنا كنجمعو الخليط ديالنا حتى كيتجمع. ومن بعد ما كنحسو بالخليط ديالنا انه تجمع، يعني ممكننا نشكلو منه كويرات، فكآخر مرحله كنضيفو الخميره، يعني كنضيفوها حتى الاخر، كنضيفو الخميره وكنخلطو وندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التشكيل ديال الكويرات ديالنا. كناخدو العجين ديالنا وكنشكلو منه كويرات، كنحاولو اننا نشكلو كويرات بنفس الحجم باش ما يجيوناش يعني كبار، ما تجيناش البهله شي كبير شي صغير، يكونوا تقريبا مقادين. ثم كنحطوهم، فهنا غادي نحطوهم في الانيه اللي خاصه بالبهله اللي ديجا شفتوها في الوصفه اللي قبل.
ف هذيك الانيه كناخذوها وكنرشوها بالدقيق، غادي نوريها لكم بعد. كناخذوها وكنرشوها بالدقيق، ومني كنشكلوا الكويرات كنحطوا كل كويره فوق يعني داك الانيه ديالنا. كما كتشوفوا هذه هي الانيه ديالنا هنا بعد ما حطيت فيها الكويرات، فهي على هذا الشكل، فيها هذا الطاف ديال الدوائر اللي خارجه، وهنا هي اللي هذا الشكل هو اللي كيعطينا البهله ديالنا، كتجي مقاده. وكندخلوها للفران، فهنا كندخلوها يعني الفران اللي كيكون مسخن من قبل، وكندخلوها النار كتكون من الفوق. علاش؟ باش تشقق لينا البهله ديالنا باش تجينا كما كتشوفوا ثم كندخلوها الفران، الفران اللي كنكونوا مسخنينه من قبل، وكنوضعوا الانيه ديالنا والنار كتكون من الفوق. فهنا ضروري ان النار تكون من الفوق، علاش؟ باش البهله ديالنا كتشقق من يعني كتشكلوا فيها دوك التشققات من الفوق. عاد من بعد ما كتشقق لينا البهله كنهبطوها لتحت، اولا اللي عندها الفران يعني كيشعل الفوق والتحت في نفس الوقت، فكتهبطها يعني باش يعني كتشعل عليها لتحت، وتحاول انها تنزل الانيه لتحت اكثر، وكتخلي لتحت الفوق، راه هي في نفس الوقت كتكمل طيابها. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البهله ديالنا. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البهله ديالنا، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه وهشيشه جدا. وكما كتشوفوا هنا بعد ما كندخلوها الفران كما قلت النار كتكون فوق فكتشقق لينا. وطبعا دوك الاضافات اللي كنضيفوا لها كيعطيوها واحد النكهه لذيذه جدا. نتمنى انكم تجربوها وتكتشفوا السر ديال هذوك المكونات اللي كنضيفوا لها. ولا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي، وما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم يعني على الوصفه. ونتمنى يعجبكم الفيديو وبالصحه والراحه.